الشوارع ليست أماكنهم الحقيقية، بل مدارس التعليم والتكميل والتأهيل، ولكن حال الواقع في محافظة نينوى يقول كلاما آخر، حيث انتشار المتسولين والفقراء في شوارعها لم يكن كما كان قبل عام 2014، كما أوعزت النخب المثقفة في المحافظة هذا الانتشار إلى وجود البطالة والنزوح الذي ما يزال شاخصا حتى هذه اللحظة، مطالبين حكومة نينوى المحلية بإيجاد فرص عمل تقضي على البطالة بشكل نهائي. طبعا اليوم نسبة الفقر كبيرة جدا بداخل مدينة الموصل، واليوم الشاهد الشوارع مليانة بالمتسولين، وكذلك أيضا البطالة هي تولد عندك مشاكل، منها الانتماء إلى مجاميع مسلحة أو التجارة بالمخدرات، وكذلك أيضا المشاكل التي هي بما يخص الشباب بالتحديد. على الحكومة إيجاد فرص عمل حتى يكون هناك قضاء على البطالة. ما قبل 2013-2014 كانت مدينة الموصل يشهد بها فقر، لكن ما بالكمية الموجودة اليوم ما بعد التحرير. اليوم زيادة الناس عناصر الفقر في نينوى أكثر بكثير ما موجود هو قبل 2014. هذا السبب يعود لكثرة المناطق المدمرة والنزوح وكثرة البطالة الموجودة. اليوم عندنا معامل كثيرة مدمرة، عندنا مصانع كثيرة مدمرة، هذا اللي سبب الفقر. اليوم كان في السابق موجود بالإشاير ما يقارب 3-4 أطفال متسولين، اليوم عشرات الأطفال موجودين بالإشاير. علي ميزر الجربة نائب رئيس مفوضية حقوق الإنسان أشار إلى أن هنالك جهات حزبية وسياسية متنفذة تعتبر النازحين صفقة مالية وسياسية وورقة مربحة لاستخدامهم في الانتخابات المقبلة بكافة أشكالها، وهو الأمر الذي وصفه بالمعيب على الحكومة العراقية. النازحين أصبحت مشكلة وأمر معيب للحكومة العراقية بصراحة، كون هناك يعني المخيمات منذ أكثر من 4 سنوات يعني مضت على هذه المخيمات، أو أكثر من 4 سنوات يعني في إقليم كردستان. نحن كمفوضية حقوق الإنسان وصلت يعني، وأنا كنائب رئيس مفوضية حقوق الإنسان، وصلنا إلى حقيقة بأن النازحين أصبحوا لعبة لدى بعض الأحزاب المتنفذة والسياسيين المتنفذين، والذين يعتبرونهم صفقة مالية بالإضافة إلى صفقة سياسية، يعني يرغبون بالحصول على، يستغلونهم في الانتخابات المقبلة، سواء كانت انتخابات مجالس محافظات أو مجالس أقضية ونواحي أو مجالس برلمان عراقي. أكثر من 4 أعوام ولا تزال أوتاد المخيمات في غمد الأرض، وأحلام النازحين بالعودة إلى مناطقهم أصبح مستحيلاً في ظل هذه الظروف التي تشهد تشنجات سياسية حسب مراقبين. أوليس من المعيب ونحن في عام 2020 ولا تزال أرض الرافدين تحمل على ظهرها مخيمات ونازحين؟ أوليس من المعيب أن يكون في بلد الذهب الأسود فقيراً يتحسر على خبزة ونوم هانئ؟ يتساءل المواطن في محافظة نينوى عله يجد إجابة عن سؤاله. من الموصل سعد منصور، التغيير الفضائي.